السلام عليكم ومرحبا بكم جديد في امل كيتشن. بعد ما كان طيب كان بقاو لي الاواني كنحطهم في الحوض كيتوسخ. اليوم بغيت نجي نوريكم كيفاش كان نغسل انا الحوض ديال المطبخ. الوغ كنحتاجو الخل الابيض، البيكربونات صودا، بيكنج صودا، كنحتاج بونجا اللي جهه رطبه وجهه حرشه من هذا النوع هذا، وفرشه الاسنان تكون عندكم جديده ولا قديمه. انا تنستعمل هذه تاع ولدي قدامت. وبطبيعه الحال الصابون ديال الاواني، ما نساوش لي ليكم باش نحافظوا على اليدين ديالنا من الصابون والمواد الكيماويه. اول حاجه كنديرها هي انني كنفزك الحوض ديال المطبخ بالماء جميع الجوانب بلايص كلهم. من بعد كنجيب بيكنج صودا وكنرشها كذلك في جميع سميتو البلايص ديال الحوض ديال المطبخ. كنرش مزيان مزيان. وبيكنج صودا هو بصراحة عديد الاستعمالات، كيحيد اي حاجة مسخة، الليدام، كيحيد كذلك البلايص الكحل اللي كيكونوا في الجنب ديال المجرى المائي او الفوسيت. يعني انا بعدا كيساعدني في تنقية، كنغسل به الفران، كنغسل به الا كان شي براد كتعمر به اتاي. الوغ ما كنديروش الداخل وانما في الجناب. سو انا غادي نرش الحوض ديال المطبخ كله بالبيكنج صودا، هو كيساعد كذلك البيكنج صودا. ما نساوش انه كيحل ما داك الا كان مخنوق، داك المجرى المائي كان مخنوق، حيت بارفو كتمشي لنا الماكله وداكشي. كديري غير شويه ديال البيكنج صودا وكتوضعي الخل وكيتحلك، كتحل كتسرح داك المجرى المائي. غادي نخلي داك البيكنج صودا في واحد شويه، ماشي مده 5 دقائق. ومن بعد غادي نقبض البونجه من الجهه الخضراء، غادي نحك جميع البلايص ديال الحوض ديال المطبخ، الفوسيت، الجوانب، بلايص اللي قرب ليا ديال المجرى المائي من جوج جهات. الوغ ما غاديش تاخذ بزاف لان ماشي نحك بزاف بزاف. وهذه العمليه كنديرها انا جوج خطوات في السيمانه، كتساعدني بزاف باش تحافظ لي على اللمعان ديال الحوض المطبخ، وفي نفس الوقت كنحيدو داك الوسخ الخايب و اون بليس الميكروبات. سو بيكنج صودا كتعاون في الغسيل. ومن بعد نحيد هذاك الغطاء ديال المجرى المائي وغادي نحك مزيان لداخل، لان تما كاين كتعلق لنا داك البقايا ديال الماكله، ولا خلينا غير واحد 3 ايام ولا 4 ايام كتبقى كتولي شنقول لك بحال واحد المعجون اسود بني. بالنسبه لهاد البلايص هادو صعيب باش ان البونجا كتحيد الوسخ. كنقبض انا الفرشه ديال الاسنان اللي قلت لكم انا قديمه، وكنوضع فيها بيكنج صودا وكنحك بها داك البلايص اللي ما كتلحق لهمش البونجا وكنغسلهم بها.
وبالنسبه للغطا ديال المجرى المائي كناخذ واحد الاناء بلاستيكي وكنوضع فيه شويه الماء ومعلقه بيكربونات الصودا وواحد شويه ديال الصابون، كيخليه كيرقد حتى تنكمل انا التنظيف ديال الحوض المطبخ، وعاد كنوضعو كنحطوه بلاصتو. ومن بعد كناخد واحد المنديل وكننفزكو شويه وكنمسح مزيان من جوج جهات داك البيكنج صودا اللي حكيتها مع الماء، كنمسح هاد الجهه ونمسح الجهه الاخرى مزيان. ومن بعد كناخد الصابون ديال الاواني وكنوضعو في البونشا وكنغسل عاوتاني الحوض ديال المطبخ. من بعد ما غسلت الحوض ديال المطبخ بالماء كناخد واحد المنديل ناشف او زيف كنمسحو من داك البقايا ديال الماء باش كنحصل على داك اللمعان. وهذه هي النتيجه النهائيه اللي انا فرحانه بها وكتشهي باش تغسلي معلاتك عاوتاني. الوغ كنشكركم بزاف على المشاهده وكنتمنى هذه الحلقه تكون عجبتكم، وما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو لي فيديو ديال امال كيتشن، وكنشكركم بزاف على التعليقات اللي كتخليو ليا، ونشوفكم في حلقة من حلقات أمل كيتشن. Thank you so much for watching. Bye.